مرحبا. اليوم رح نعمل اندومي. طبعا كل بيعرف كيف يطبخ الاندومي، هاي بيسخن المي بحطها، بس انا بعملها احيانا بطريقه تانية لذيذه وطيبه. رح نتعلم سوا كيف نعملها. بدنا بصل اخضر وحار وبندوره وخس وثوم والبهارات فلفل اسود وملح وبهارات مشكله بالدقوس. واللي سالوني عن بهارات الدقوس هي هي بيبقى مكتوب عليها دقوس. تمام. هلا وتقريبا كبيتين مي مقدار الكباية هيك. تمام. من ولا الغاز نحط كبيتين المي. نسيت لكم حطين بيض. تمام. بستغلي المي هيك بنفقش البيض لمرتي. وهي اثنين. وبنحركن. على فكرة في طريقة لسلق البيض بهاي الطريقة، بعدين نزلكم إياها في فيديو، كتير صحي وطيب وبتخلص بثواني. هلا بنضيف الخضرة. أنا خليت الحار يكون كبير عشان ما يعطي حرارة، ما حقصه ما يعطي كتير حرارة. هلا بصل أخضر، ثوم، بندورة والخس نقطعه هيك شرايح. بنحركهم. طبعا الخس بعدين رح يدوب. تحسوا لي اللمبين ما تقولوا قطعة كبيرة. هلا بنحط الاندومي. انا عم بطبخ الطبخة استحلوا معي، فرح احط قطعة تانية من الاندومي. اوكي كيس تاني. هلا بس تذوب الاندومي شوي نحط البهارات، والبهارات اللي بتيجي اوريدي مع الاندومي. هلا بنضيف البهارات، فلفل اسود، ملح، بهارات مشكله، والدقوس. أهم شيء الدقوس. وبنوطي النار قبل ما يفور علينا. مع كل هالبهارات وهي الطريقة، اللي ما بيحب البيض وريحة البيض ما رح يشمها أبدا، ولا رح يحس إنه بالأكل فيه بيض. طبعا انا بحب الاندومي ما تكون مستويه كثير وانا معبيه المي، وهذا يعتمد على انتم شو بتحبوا، يعني كل واحد وطريقته. وهي البهارات اللي بتجي مع الاندومي ما ننساها. والزيت طبعا. في ناس بتحبوش بالمي كتير، ممكن تنطر المي لأكتر يستوي.
تستوي تضلم علي النار لتنشف ميته. تمام، بس انا اللي معي بحب المي فمضطرة اعمله بمي زايد شوي. اخر شيء بنحط 2 جبنة سلايسز. تمام، وبنحرك. بتعمل اندومي رح يصير كتير طيب بطريقة مختلفة. وعندي طرق تانية للاندومي بالشعير، اندومي بالدجاج، اندومي طبعا هي كانت اندومي خضار. فكل نوع له طريقة. فان شاء الله بنزلكم اياهم فيديو فيديو بالتدريج. هيك بكون خلص، بنطفي عليه وبنصبهم بالجعد. وممكن نضيف عليهم حامض اللي بيحب الحامض. هيك بيكون جاهز الاندومي. وصحة وعافية على الجميع، وشكرا لمتابعتكم لإلي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.